الرينجز والحاجات دي. طب انا بس كنت عايزه في ختام حلقتنا النهارده تقول لنا كده يعني زي عدد وجبات صغيره، 3 وجبات ياخدها المواطن العادي خالص من غير اي تكلفه عليه، الصبح والظهر وبالليل، وتبقى الجسم صحي. و يا بيت طبعا انا بفطر عن نفسي وبنصح بقى الناس، اول حاجه بفطر رغيف عيش او نص رغيف عيش مع بيضتين، او ساعات انا باخد بيض بلدي طبعا. بلدي، او ساعات انا باخد بيض زياده عشان انا بلعب العاب فيها ريزيستنس مقاومه زي الجيم وكده. في الغداء باخد وجبتي الرئيسيه من البيت، اللي هي بقسم الطبق نص خضار نص ربع نشويات ربع بروتين، انا بقسم طبقي كده تمام، وده الصح. وسلطه طبعا. وسلطه تمام. في العشاء باخد كوبايه زبادي مع ليمون او مع صمرتين فاكهه. طبعا ما بين الوجبات انا عشان راجل رياضي شويه باخد ايه سناكس، حاجه بسيطه، ممكن اخد حبه مكسرات تقوي مناعتي، طبعا بتمد الجسم بالطاقه والى ذلك.